هاني شنودة موسيقار وملحن وموزع موسيقي، ولد في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، وكون فرقة المصريين في عام 77، واكتشف العديد من نجوم الغناء في فترة التسعينيات، وكان أول من قدم الفنان محمد منير في أولى ألبوماته علموني عينيكي، واكتشف الفنان عمرو دياب، وجاء بي طبعا جاء بيه من بورسعيد للقاهرة، ووضع الموسيقى التصويرية والألحان للعديد من الأفلام والمسلسلات الدرامية. عن رأيه في أغاني المهرجانات قال الموسيقار هاني شنودة: أنا بحب أغانيها، ولكن بشرط أنها تكون كلماتها مناسبة ولائقة تناسب طبيعة المجتمع، لأنه لا يوجد لحن مهذب وآخر غير مهذب، كما أنه ليس لدي مانع طبعا في تلحينها. كاميرا فلاش التقت بالموسيقار هاني شنودة، واللي كلمنا عن مشواره في عالم الموسيقى وحرصه على الاهتمام بإدخال العلوم الموسيقية الحديثة في الموسيقى العربية. تعالوا نشوف قال إيه لكاميرا فلاش ونرجع مرة تانية. لسه هعمل مزيكا جديدة ومختلفة، وهشتغل مع الناس اللي بتعمل راب وكل الحاجات دي، ليه لأ؟ وندخل فيها عنصر الرومانسية عشان ما تبقاش كده بس. احتلوا خلوا المهرجانات دي بقى راحت، يعني راحت تقريبا، لأن المهرجانات اعتمدت على الكلام اللي هو ما يصحش يتقال، وإحنا ما دخلناهوش بيوتنا، إنما الراب بينقوا كلامهم كويس. إحنا نتمنى إنهم يعملوا مهرجانات وطنية، مهرجانات رومانسية، مهرجانات دينية، مهرجانات عاطفية، يعملوا. هو لازم قلة أدب؟ يعني ما ينفعش مهرجانات إلا قلة الأدب؟ لا ما ينفعش. أنا ما أقدرش أدخل بقى هاتي بوسة يا بت بيتنا، وما اللي ما أقدرش أقوله بقى خد عندك، ده وصلوا للقاع، يعني ما فيش حاجة بقى بعد كده، فما ينفعش. لما وقع في إشكال مع واحد من الملحنين الكبار، عمل اللي أنا وصيته يعمله، يعمل أغنية ناجحة بدل ما يرد على اللي اتقال عليه، وهو عمل كده وأنا بعمل كده. اللي يعني ينتقد ينتقد، أعمل أنا حاجة موفقة وخلاص. أغنية زحمة دنيا زحمة ليه؟ لها أسباب، لأن فضلوا يقولوا هاني شنو ده خواجة، بيعمل حاجات غربي، بيعمل حاجات جاز، بيعمل ادي دي بقى شعبي، وكل الناس طب يا ريت حد ينجح بالشعبي زي ما انا الاغنيه دي نجحت. اتنين، وده موضوع مهم جدا، ان انا اشتغلت الحكايه دي مع صوت انا بحبه، عدويه ده ناي مصر الحزين